نشرة الثامنة للأخبار، أهلا بكم ونبدأها بالعناوين. تباين مواقف النواب بعد رفض هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين الطعون في القانون الانتخابي واستمرار الخلاف حول المحكمة الدستورية. انقطاع واضطراب في توزيع مياه الشرب في عدد من المناطق وارتفاع درجات الحرارة من بين أبرز الأسباب. مشروع توسعه وحده انتاج مكونات الطائرات بالمغيره دفع للاستثمار الاجنبي بتونس وتوفير 400 موطن شغل. قرار رفض الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الطعون التي تقدم بها 51 نائبا ضد التنقيحات على قانون الانتخابات والاستفتاء أثار استياء نواب المعارضة، فيما لاقى ترحيبا لدى نواب الائتلاف في البرلمان، خاصة وأن رد الهيئة جاء قبل فتح هيئة الانتخابات باب الترشحات للانتخابات القادمة. قبول الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الطعون ضد التنقيحات المدخلة على قانون الانتخابات والاستفتاء شكلا ورفضها في الأصل كان مفاجئا للنواب الذين تقدموا بعريضة للهيئة تدفع بعدم دستورية تلك التنقيحات، وقرروا البحث لهم عن صيغة جديدة للتحرك باتجاه كسب ما اعتبروه معركة ضد قانون إقصائي بامتياز. تفاجأنا لأن الطعون اللي قدمناها ووافقنا عليها كانت مبنية على أساس صحيح، يبدو أن ما نجموش نحكموا على قرار قضائي، لكن بالنسبة لنا احنا رافضينه، قاعدين في إطار المشاورات مع الناس اللي أمضينا باش نشوفوا شنو هو الشكل نتاع التحرك اللي باش يقوموا به في المستقبل القريب. تفاجأت شخصيا بالقرار تاع الهيئة تاع مراقبة دستورية القوانين. أعتقد أنه معناها قرار يعني متشدد، أنه إزاحة تقريب 50% من المقترعين من رأي امتحهم وتصويتهم في الانتخابات التشريعية، هذا أعتقد أنه مش معقول. احنا لما قدمنا الطعن كنا مقتنعين أنه القانون هذا قانون إقصائي، قانون لا دستوري، أغلبية داخل البرلمان تريد أن تغير قوانين اللعبة قبل بداية اللعبة بمدة قصيرة، ولكن في نهاية المطاف احنا نحترم المؤسسات ونحترم القرار القضائي. في كل الحالات باش تصير حالة إرباك كبيرة على عمل هيئة الانتخابات، لأنه ثم وثائق زي ما تحضر، ثم قوانين جديدة أو شروط جديدة للترشح يلزم الهيئة يعني تشتغل عليها. في المقابل رحب نواب الائتلاف بقرار الهيئة واعتبروه مرتقبا بالنظر إلى ضعف الحجج المقدمة للطعن في دستورية التنقيحات وفق تقديرهم. اليوم الهيئة الوقتية أقرت أنه هذه التعديلات دستورية، وبالتالي يمكن المضي فيها، وهذا أكيد بالنسبة لهيئة الانتخابات مهم، خاصة قبل فتح باب الترشحات للتثبت من الترشحات اللي تقدم على الانتخابات التشريعية، خاصة من خلال الشروط الجديدة والاعتبارات الجديدة اللي تم تضمينها في القانون الانتخابي. هذا بالطبيعة معناها بالنسبة للائتلاف الحاكم اليوم ولحركة النهضة تعتبر هذا مسألة إيجابية للمضي في الانتخابات. الأول متاع الخبر أنه الهيئة خلت كلمتها، وأنه المطاعن وإحنا نحترموا معناتها الطعن اللي قاموا به زملائي، ولكن كان ضعيف التعليل، دونك الهيئة رجعت معناها القرار متاعها. أنا على كل حال نستبشر أنه القرار هذا جاء في أجله على خاطر قبل فتح باب الترشحات، وبالنسبة للناس اللي تشكك وتقول تغيير قوانين اللعبة قبل الانتخابات وغيره، واللي يحكيوا على دي ستوندار انترناسيونو، تعطيونا شنو مهل الستاندار هذوما وين مكتوبين، خلينا نشوفهم. وتتعلق التنقيحات المصادق عليها وهي موضوع الطعن تتعلق بإدخال العتبة بنسبة 3% في الانتخابات التشريعية ووضع جملة من الشروط المقترحة من قبل رئاسة الحكومة، من بينها عدم استفادة المترشح أو قيامه بالأشهار السياسي خلال السنة التي تسبق الانتخابات التشريعية والرئاسية. في الأثناء تعلق المعارضة آمالا على عدم ختم رئيس الجمهورية للقانون الانتخابي ومن ثم عودته للنقاش تحت قبة البرلمان، غير أن أنها آمال تبقى ضعيفة وفق تقديرات المعارضة نفسها.
لم يتمكن رؤساء الكتل النيابية في اجتماع عقده صباح اليوم من التوافق حول الأعضاء الثلاثة المتبقين لاستكمال تركيبة المحكمة الدستورية استعدادا للجلسة العامة الانتخابية المزمع عقدها غدا. وكان رئيس مجلس النواب الشعب محمد الناصر قد دعا رؤساء الكتل إلى هذا الاجتماع مؤكدا أهمية التوافق والالتزام بالحضور من أجل استكمال إرساء الهيئات الدستورية قبل انتهاء الفترة النيابية موفى جويليا الجاري. والله الإشكال هي في بعض الأسماء ومعنى ثم انقسام لثلاثة مواقف، ثم كل طرف متمسك موقف، وهو أنه ثم خلاف حول مرشح واحد هو حول عايش الهمامي، حول اسم العايش الهمامي، ما زال الخلاف قائم الذات، لا الطرف ذا ولا ذاك معناها تغير الموقف، بقينا في نفس الموقف، ولذا ما هو شيء ممكن مش قبل. ورغم أن رئيس مجلس النواب الشعب محمد الناصر أرسل برقية إلى النواب لتفادي الغيابات واستكمال إرساء المؤسسات الدستورية، إلا أن ذلك لم يمنع النواب من الفشل في انتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بعد عملية الفرز التي أسفرت عن عدم حصول أي مترشح من الأصناف التسعة على 145 صوتا المطلوبة في هكذا هيئات. ينتظرون دورهم قصد القيام بواجبهم في انتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، رغم يقين البعض المسبق أن العملية ستبوء بالفشل، فمرة أخرى يتغيب النواب، كل وسببه كل وغايته، دورة ثانية لم تحقق المأمول رغم التوافق الحاصل على كل أعضاء هذه الهيئة الدستورية بجميع أصنافها التسعة بدءا من القاضي العدلي وصولا إلى العمل الجمعياتي. المفروض أن نكمل المشوار ونتحمل مسؤولياتنا اليوم ونقوم معنا نحترموا معنا الأمانة اللي أعطيهنا للشعب. للأسف الشديد اليوم معنا فرصة يلزمنا نعرفوا شكون النواب اللي قاعدين يتغيبوا ويتكرر معنا التغييب متاعهم، وما بتغييبهم قاعدين يعطلوا معنا عمل هذا المجلس. ننتظروها على الأقل يسجل المجلس أنه وأخيرا يعني أرسى هيئة أخرى، هيئة دستورية معتبرة وقاية من الفساد والمقاومة الفساد، في وقت الشعار هذايا قريب التوانسة يسأموا منه لأنه يستعمل في محله وفي غير محله. دقائق قليلة فقط قبيل الفشل في انتخاب هيئة لمكافحة الفساد، صدق النواب على مشروع قانون يتعلق بانضمام تونس إلى اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته، معادلة لا تستقيم وفق بعض النواب. عندما نأتي إلى الفعل وإلى الالتزام وإلى الحضور وإلى التصويت يقع معناه نجد نتيجة عكس القول. غياب السادة النواب ما عندوش حتى مبرر، اللي أنا نقدر أنه موقف سياسي من الهيئات هذه. ناس اليوم لا تؤمن أو لا تريد هيئات بقيمة هيئة مكافحة الفساد. أعتقد وأن الأسماء محرجة، لا أعتقد، لأن فما توافق عريض، فما أسماء قريبة لطرف، فما أسماء أخرى قريبة لطرف آخر. مش هذه المشكلة، المشكلة هل نريد إقامة هيئة دستورية لمكافحة الفساد والحكومة الرشيدة؟ هذا هو. لا أعتقد أن الناس الكل أو على الأقل كل الأحزاب وكل الكتل تريد الشيء هذا. الغيابات ذاك الشبح المخيم على مجلس نواب الشعب منذ أشهر، سيضطر مكتب المجلس إلى الدعوة إلى دورة ثالثة وأخيرة، وفي صورة فشلها سيتم فتح باب الترشحات من جديد والعودة إلى نقطة الصفر. مع الارتفاع الاستثنائي لدرجة الحرارة منذ شهر جوان الماضي، سجلت عدة مناطق من البلاد اضطرابا في توزيع مياه الشرب طالت مدته أحيانا. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أعادت ذلك بالأساس للطلب غير المسبوق على المياه. مع كل صباح تبدأ نورة رحلة البحث عن الماء لتأمين حاجية عائلتها ومواشيها التي تضررت من الانقطاعات المتواصلة. هي واحدة من بين عائلات كثيرة في مدن الكاف وأريافها تتقاسم معهم ذات المعاناة في فصل تشهد فيه درجات الحرارة ارتفاعا قياسيا وغير مسبوق. نعم ستير نجيبوا ستير بأربعين ألف، مش شدناش نهارين ثلاثة خاطر نحن ونعيش، ما يعمل لنا شيء الماء. عندنا أزمة متواصلة تو 7 سنين، الماء معناه يقص يومين أكثر من 10 ساعات متواصلة. مشكلة كبيرة، الماء يقعد جمع 10 أيام باش يرجع لنا ساعة من زمان ويزيد يعاود يقص.
ضعف في البوارد المائية وتأخر في إنجاز بعض الأشغال بسبب المشاكل العقارية وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي أو امتناع الجماعات المائية عن تسديد فواتيرها للشركة التونسية للكهرباء والغاز أسباب عددها وللكاف في تفسير لهذه الانقطاعات مقدما حلولا قد تساعد على تجاوز هذا النقص. البئر العميقة الكاف 15 هذا إن شاء الله المقاول قاعد يخدم توا اللي ربطوا معناها بالقنوات المائية وأيضا بالشبكة الكهربائية حتى ربما يسهل معناها وضع حد للانقطاع المتكرر في بعض المدن. الحال في بعض مناطق الجنوب لا يختلف كثيرا عما عيناه في الشمال من نقص متكرر في المياه بلغ خلال الأسابيع الأخيرة حدود 30% حسب الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، انقطاع يستمر في بعض الأحيان لفترات زمنية طويلة. نقعدوا جمعة كاملة لا ماء مقصوص علينا، خرجعنا للعهد البداية مازلنا نردوا نهزوا في الربادي ونمشوا للرماجة ونعبوا في الماء. أنا ما عنديش نقضي سترنا ماء ب 40 دينار بنشرب بها زوايلنا ماتت، عملوا لنا حل، عملوا لنا خزانات، حلوا لنا مشكله نتاع ماء، حفروا لنا بار سيدي 40 متر وهم ثلاثة الجمي. بير بني مهيرة حل المشكل في البير بني مهيرة وسمار، كيف بير تلالت، كيف زاد رمادة، معناها المناطق هذوما تحل فيهم الإشكال نتاع نقص الموارد، وإن شاء الله فما البير الخبطة يدخل في القريب العاجل إن شاء الله. وهذا يحل، هذا قلت ربي يحل الإشكال في جهة التطوين والأحواز إن شاء الله. وفي بيان أصدرته اليوم أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تسجيل اضطرابات في التوزيع خلال فترات الذروة خاصة بالمناطق العليا ببعض الجهات بسبب الطلب غير المسبوق على المياه مع تواصل الارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة منذ شهر جوان الماضي داعية إلى ترشيد استهلاك المياه وتجنب تبذيره. إذن شهدت درجة الحرارة منذ بداية الشهر الماضي ارتفاعا ملحوظا بلغ ذروته خلال هذا الأسبوع، ولكل طريقته في تخفيف عبء هذه الحرارة، علما وأنه من المنتظر أن تتراجع حدة هذا الارتفاع خلال الأيام القادمة. لم يجد سوى بعضا من الأوراق يتوقى بها من حرارة الطقس، غيره اختار مظلة أو غطاء رأس وغالب خطاه متبعا ظلال الأشجار أو الجدران، حيث يسترق البعض قليلا من الراحة فيما يلامس آخرون مياه النافورات متسلحين بقوارير المياه في الشوارع أو باقتناء مروحة كهربائية للمنازل. فدرجات الحرارة شهدت ارتفاعا بلغت فيه في بعض الولايات 46 درجة. ربي يطلب بينا أختي الكريمة، نشوف الطاقة لا تتاقص. ما لقيتش كان ذر ربي سبحانه ولا رق فوق راسي. أنت وصاحب بال ما عندنا ما عملوا حتى شيء آخر. حكم ربي ما عندنا باب صغيرات باب عوالة يخدم الراه ومظلة وجلية نتاع الخدمة. يوضي أمس وثلاث أيام قطعنا. ما ونعمل شوية صلاة ولا هو جاك خفيف ودم يمشي. باش نعملوا العمل لك هاو الخدمة باش نعملوا. مش حاطوا مظله خاطرت باراموس حتى اداره تلقى فيها كليماتيزير ناحي وتنسيها وكذا. عملت لي شهر بعسان وشو ما حقنيش نخرج سخونه، عندي قضيه هي. وعملت شويه زهر فوق راسي، عندي الدم ما حقنيش نخرج. النقط للظل لازم نهرب للظل هكا سمش علاش. السخانه هذه ديما موجوده كل عام تجي السخانه هذه، قبل الناس يجي قدام حانوت تبدا كبيره وكل شيء، والله في ركنه كيكه ويعمل جره كبيره. فهمتني؟ ويبدأ يعبوا فيها في الماء. درجات حرارة مرتفعة يوصي معها الأطباء بالحرص على شرب الماء ووضع قبعات على الرأس وتفادي الخروج أو السباحة في أوقات ذروة الحرارة. الماء ديما كميات الماء قلنا احنا في ظرف كما هكا على الأقل 3 لتر ماء باش يلبس مظلة اللي كان باش يخرج ومسافة مش طويلة. ماذا بينا إذا كان عندنا حاجات نعملوا حساباتنا باش نعملوهم في الصباح بكري ولا في العشية مأخر. الناس الكهول الناس اللي مرضى اللي عنده مثلا السكري اللي عنده ضغط الدم يلزمهم مراقبة ويلزمهم ديما في الظل في بلاصة معينة في معناها ما يقعدوش في بلاصة يعني سخونة مروحة نقصوا لهم من الحوايج نتاعهم. درجات حرارة ستعرف انخفاضا في مستوياتها بداية من يوم الغد في الشمال والوسط خاصة مع إمكانية نزول أمطار متفرقة في بعض الجهات.
وفي بادرة هدفها مساعدة سكان المناطق الداخلية والأحياء الشعبية على الاستمتاع بالبحر، قررت الشركات الوطنية والجهوية للنقل البرية التابعة لوزارة النقل إضافة 90 خطا جديدا عبر جهات الجمهورية كافة لتأمين سفرات نحو الجهات الساحلية والشواطئ. محملين بمستلزمات الشاطئ، ألعابه وأكلاته، انتطوا الحافلة متوجهين إلى أحد الشواطئ بعد أن تم تخصيص حافلات خاصة بالأحياء الشعبية تغني متساكنيها عن عناء ومصاريف تنقلات وتنقلات في خطوط مباشرة حسب النقاط الأقرب، قدر عددها بثمانية خطوط تتجه إلى شواطئ قلعة الأندلس ورواد وحلق الوادي وبرج السدرية. وما عنديش ترانسبور والكار أقرب حاجة أضمن حاجة. والله هي خير من النقل وبادرة طيبة برش أقل ريسك، كار خير من الكهرباء. ومن رجع الخط هذا يمشي ارتحنا برشا، تطلعنا الجبل فوق تستنينا نقلة مش ديما كيك. لوزم البحر وباراسول والصغار عبيتهم في الكار وانا جينا باش البحر. رحلات تتنزل في إطار بادرة هيا بحر التي أطلقتها الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري، وذلك بإضافة 90 خطا جديدا في كامل جهات الجمهورية لتأمين 331 سفرة إضافية تنقل المواطنين من المناطق الداخلية أو الأحياء الشعبية نحو الجهات الساحلية والشواطئ الأقرب لهم. هو النقل بصفة عامة عرض وطلب، كي تدرس الطلب نتاعك والطلب كي تدرس شو معناها، معناها تحدد حجم التنقلات قداش مواطن يتنقل والوجهه نتاع الحرفاء. في الصيف فما وجهه خاصه دونك احنا لازم نتلائموا معاه. الفكره جات كونه نعملوا رحلات مباشره من الحي الشعبي المباشر للبحر. الخطوط المبرمجه حاليا وربما مش نزيدوا المبرمجه حاليا، فما 8 خطوط من الاحياء مباشره للشواطئ. عدد السفرات في اليوم مبدئيا فما 55 سفرة، نبدأ من 8 متاع الصباح، وفي العادة العشية 7-7:30 آخر سفرة في المروحة. رحلات مباشرة من الأحياء الشعبية أو من الولايات الداخلية باتجاه الشواطئ تؤمنها الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري، قد تنجح في تأمين الاستمتاع بالبحر بأقل التكاليف والمجهود والمخاطر في ظل ارتفاع درجات الحرارة. إلى شأن الاقتصادي، فمشروع توسعة إحدى وحدات إنتاج مكونات الطائرات بالمنطقة الصناعية بالمغيرة الذي تبلغ كلفته الجملية 57 مليون دينار سيمكن من خلق حوالي 400 موطن شغل جديد من ذوي الكفاءة العالية. هذه التوسعة تعكس مدى استجابة إنتاج الوحدة الأولى للشركة المصنعة لمقتضيات الجيل الجديد من الصناعة. هنا بالمنطقة الصناعية بالمغيرة اختارت مجموعة صناعة مكونات الطائرات بكورسيكا سيسيا، وهي واحدة من أبرز الشركات المتخصصة في مجال تصميم طائرات المستقبل، اختارت توسعة مشروعها بافتتاح وحدتين صناعيتين جديدتين تستجيب لمقتضيات الجيل الرابع للصناعة باتجاه تثليث قدراتها الإنتاجية والاستجابة إلى سوق الملاحة الجوية الدولية. مشروع أقره المجلس الأعلى للاستثمار في 20 من شوان الفارت. مجموعة سيسيا في المكونات الطائرات اللي عنده استثمار جملي 57 مليون دينار، 57 مليار من المليمات نتاعنا. اليوم الأهمية نتاع المشروع هذا هو أنه المشروع جاء وبدأ بعد 2011 وتم إصرار على مواصلة المشروع هذا. المشروع هذا اليوم قاعد يتطور وقاعد يكبر، وإن شاء الله الأفق نتاعه باش يولي أكثر من 500 موطن شغل. المعمل هذا هو جزء من المنظومة الصناعية نتاع مكونات الطائرات اللي في تونس تطورت بشكل كبير منذ 2004، كان تقريبا أقل من عنا 10 مؤسسات، اليوم عنا أكثر من 80 مؤسسة. وبني استثمار التوسعة على أسس الثقة في مناخ الأعمال في تونس وقدرة الكفاءات التونسية واليد العاملة المتخصصة على الاستجابة لمتطلبات هذه الصناعات الدقيقة. ما دفعني لاختيار توسعة مشروع الشركة في تونس هو قوة الإدارة الحالية. فالمشروع الحالي للشركة تديره إدارة متمكنة تتكون من نساء ورجال يؤمنون بنجاح الشركة، وهي قيم قوية للمجموعة، وهو ما أخذناه بعين الاعتبار عند الاختيار بين البرتغال والمغرب. Quand on se positionnait notamment
entre le Portugal, le Maroc ou la Tunisie. عندنا مستوى نتاع صناعه رفيع جدا، قدره تنافسيه كبيره برشا، واللي نحكيو طبعا هنا استثمار، استثمار اجنبي كيف كيف مهم جدا يعني على نتاع ثقه، هذه معناتها الاستثمار على المدى الطويل. المستثمرين الاجانب اليوم عندهم ثقه في تونس ويجيو يستثمروا ويعملوا استثمارات تاع توسعه يكبروا. تصدير طبعا مهم جدا، هذا كله تصدير مصدر كليا ومواطن شغل طبعا وتنميه ونمو، هذا الكل معناتها هذا كله اللي نحكيو عليه احنا معناتها المحاور هذه هي اللي حشنا بها باش نعملوا معناتها نمو اقتصادي اللي حشنا به. وبوضع برنامج عمل يمتد إلى حدود 21,000 يشمل فضاءات تصنيع جديدة بكفاءات تونسية، ستتولى التدريب والتكوين تكتسب تونس ثقة المستثمرين الأجانب بما يساهم في تعزيز موقعها الجاذب في المنطقة. آلية النهوض بالمنتجات الفلاحية المعدة للتصدير وإمكانية دعمها بمنتجات إضافية أهم محاور الندوة الوطنية التي تنظمها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري انطلاقا من اليوم حول تصدير المنتجات الفلاحية. إثر تسجيل نقص في قيمة صادرات تونس من المنتوجات الفلاحية منذ بداية السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، تعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على إرساء آليات جديدة تمكن من دعم إنتاج المواد الفلاحية المعدة للتصدير وجعلها في مستوى الطلب العالمي. النقص هذايا اللي هو ما معناها متعلق بنقص في الإنتاج متاع زيت الزيتون اللي كان معناها في تقريب 300,000 ولا أكثر في 2018 ولا 140,000، وهذا اش خلى معناها فما نقص معناها في الانتاج وفي نقص في التصدير. التصدير مش كان الفواضل، كي عام عندي فاضل في صابة نصدره وعام ما عنديش لا، احنا لانك يزمك تخلق في جو تنافسي، عندك اسواق، عندك حرفاء يزم تكون وفي لهم كل عام، اذا عام تعطيه وعام ما تعطيهش يمشي يلوش في بلدان اخرى، وبالتالي يلزمنا احنا نضمنوا وجودنا في الأسواق هذه اللي نكتسحها بمنتوج يجب يكون متوفر. كما تسعى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى إرساء استراتيجية وطنية تدعم منظومة الصادرات الفلاحية عبر إدخال منتوجات غذائية أخرى ضمن منظومة التصدير. كل المواد الفلاحية هي يلزمها تكون جاهزة للتصدير، معناها جاهزة من كما وكيف تعرفوا اللي التصدير يتطلب منتوج ذات خصوصية عالية، وبالتالي احنا نشغل على كل المنتوجات الفلاحية. ولدعم صادرات المنتوجات الفلاحية والحفاظ على الأسواق الخارجية تعمل وزارة النقل على تحسين خدماتها التقنية واللوجستية برا وبحرا وجوا، منها تهيئة الموانئ والمطارات ودعم وسائل النقل المعتمدة للتصدير. بدينا نحضر في إعادة هيكلة المنطقة اللي في مطار تونس قرطاج اللي يقع فيها التصدير، هذا زاد شيء مهم. نفس الشيء بالنسبة لكل ما هو نقل بحري، فما زاد توجه طوال ستين اليوم قاعدة تشوف في طريقة متاع كرة باخرة اللي باش تمشي لبعض البلدان الأفريقية. عندنا برنامج في مستوى الشحن الجوي، احنا تو الخطوط التونسية بصدد النظر في كرة طائرة ان شاء الله لي سبيسيالمون كان للفريت، معناتها كان اللي نقل البضايع. هي برامج وخطط لدعم الصادرات ستتضمنها استراتيجية النهوض بتصدير المنتوجات الفلاحية التي تسعى وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية إلى إرسائها بالتعاون مع جميع الأطراف والهيكل المتدخلة في منظومة تصدير المنتوجات الفلاحية، ما يمكن من التقليص في عجز الميزان التجاري والرفع في نسبة النمو وتطوير اقتصاد البلاد. تداولت الأوساط الاقتصادية بإيجابية مسألة تعافي الدينار التونسي خاصة في الأشهر القليلة الماضية بسبب عدة عوامل بعد هبوط استمر على امتداد الثلاث سنوات الأخيرة. في التحقيق التالي عودة وتفسير لهذه العوامل. بعد انخفاض خلال السنوات الثلاث الأخيرة بحوالي 17% يعرف الدينار التونسي تحسناً موصوفاً بنسبه بداية من السنة الحالية، تأكد منذ شهر مارس الماضي ببلوغه نسبة 7.5%، وهي حسب الأستاذ الجامعي المختص في المالية عبد القادر بودريكا ترجع تفصيلاً إلى جملة من العوامل.
وأولها ما سماه تحسنا طفيفا في الأساسيات الاقتصادية بتراجع مرشح للاستمرار في نسبة التضخم، وثانيها عملية التفويت في بعض المؤسسات خاصة بنك الزيتون والقروض التي تحصلت عليها تونس من الخارج، فضلا عن بعض العمليات في البورصة وجميعها أسهمت في زيادة العرض من العملة الصعبة. الجانب الأساسي بالنسبة لي أنا العرض وطلب، فما العملة وفما الدينار أيضا، باش نجم تكون فما ضغط نحو الانخفاض نتاع الدينار ولا الارتفاع نتاع العمله، لازم يكون فما دينارات نجم تشري بها العمله الصعب. اللي نعرفوه انه في تونس في الفتره الاخيره فما ازمه كبيره نتاع سيوله، ما فماش الدينار غير متوفر في السوق باش يخليك نجم تشري به العمله الصعب. النقص نتاع الدينار يخلي انه ما فماش ضغط على العمله الصعبه وخلى انه الدينار يتحسن. هذا التحسن لا يراه اخرون تعافيا للاقتصاد، وذلك لاستمرار التضخم وعجز الميزاني التجاري. السبب الرئيسي المباشر هو الانكماش الذي يمر به العمله المواجهه المقابله اللي هي الدولار والاورو، حيث ان في السته اشهر الاولى وقع تراجع في العمله هذه الدوليه بنسبه 2.14%. وبطبيعه الحال احنا نعمل دائما وابدا وضعيه الدينار بالمقارنه للعمله الصعبه. إذا كان العملة الصعبة المقابلة انخفضت هذا يبدو كأنه تحسن في الدينار، لكن في الواقع التحسن هذا ليست له أسباب موضوعية اقتصادية. وما يحسب لتحسن الدينار تجميده لما يعرف بسلوكات المضاربة لبعض المتعاملين الاقتصاديين ودفعهم لاستخدام مخزونهم من العملة الصعبة بدلا من الاقتراض لتمويل وارداتهم. الانعكاس الإيجابي الوحيد هو في مستوى توريد المواد الأولية وإلا الأجهزة وإلا مواد الإنتاج بالنسبة للمصانع متاعنا اللي هي تستحق في تركيبة الإنتاج متاعها بعض مواد أجنبية، يولي ما يعبر عنه بتضخم المستورد يتراجع وينخفض، وممكن في مستوى تكلفة الإنتاج يقع انخفاض طفيف. لكن فيما عدا ذلك وبالنسبة للمقدرة الشرائية ومعنى المقدرة متاع المواطن ما فماشي تأثير مباشر. مهم أن راهو باش الدينار ينتعش لازم الأساسيات تتحسن، المناخ الثقة يكون موجود، أما أيضا لازم نحسنه في الإنتاجية متاعنا. ما يتنجم يتحسن الدينار بصفة مستقرة وبصفة دائمة إلا ما بالحق نرجع كتوانسة نخدمه على رواحنا ونحسنه الإنتاجية متاعنا. هذا السبيل الوحيد أن نحسنه التوازنات الاقتصادية متاعنا ونحسنه من وضع الدينار. وفق تقديرات أخرى فالتوقعات الإيجابية بزيادة ملحوظة في واردات السياحة تنبئ بمزيد الاستقرار للدينار أي العملة الوطنية في حال توفر هامش للبنك المركزي التونسي لحمايتها. في الشأن التربوي جاء في بلاغ وزارة التربية أنه بإمكان المترشحين لامتحان البكالوريا دورة المراقبة 19 و2000 الراغبين في الحصول على نتائجهم عبر الإرساليات القصيرة بإمكانهم التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من اليوم عبر توجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85005 كما يلي: باك بالحروف الفرنسية ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. المسجلون بهذه الخدمة سيتلقون إرسالية قصيرة تتضمن تفاصيل نتيجة الامتحان أي القرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد قبل موعد إعلان النتائج الرسمي. خدمة نشر نتائج الامتحان بواسطة الإرساليات تشمل المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال لكل من اتصالات تونس وأريد وأورانج بسعر قدره 950 مليما. في إطار سعي وزارة التربية إلى الحد من ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة، تم عرض 6 أفلام قصيرة من إعداد تلاميذ المبيتات المدرسية تناولت هذا الإشكال. مبادرة نظمها ديوان الخدمات المدرسية بالشراكة مع اليونيسيف وجمعية السينما المتجولة والوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية. ما تخلي حد يفك لك خلفك، ما تخلي حد يزين لك على ورقتك، ما تخلي حد يكتب لك أنت شنو تكون ولا يحدد لك مستقبلك. اختار نقرا باش الالوان ما تمنحش في راسي وتتخلط بكل الدنيا كحل، اختار نقرا باش انا اللي نصنع الظروف مش الظروف تصنعها. هي ومضة توعوية الغاية منها الحد من الانقطاع المبكر عن الدراسة، ومضة تشير إلى خروج حوالي 100,000 تلميذ سنويا من المنظومة التربوية بمعدل 280 تلميذا يوميا، كما تؤكد أن أعلى نسب سجلت في المناطق الداخلية، رقم يبدو أنه مفزع ما دفع وزارة التربية إلى وضع عدة برامج للحد من هذه الظاهرة. فما أكثر من 50,000 طفل
اقل من 16 سنه يخرج من المنظومه. معناها هذا هو الخطر الكبير على تونس وعلى المنظومه التربويه. هذاك علاش هذه عمليه تحسيسيه، ولكن عندنا اذا عمليات اخرى، هي عمليات مثلا كما مدرسه الفرصه الثانيه اللي قاعدين نخدموا عليها احنا، انطلقت الاشغال في باب الخضره، في معهد في باب الخضره، باش يكون المعهد هذا هو مدرسه الفرصه الثانيه، وان شاء الله ان شاء الله في نوفمبر اخر اجل نجموا نبداو في التجربه نتاع مدرسه الفرصه الثانيه. الانقطاع المدرسي في الريف وفي المدينه يختلف، لانه الريف هناك عديد العوامل التي تساهم في الانقطاع، منها النقل المدرسي، منها عدم وجود مبيت وخاصة لدى الفتيات، وبالتالي خطة الوزارة هي التقليص من هذه التظاهرة في المدن ولكن خاصة في الأرياف. وفي هذا الإطار وسعيا لتنمية الحياة المدرسية داخل المؤسسات التربوية، تم عرض 6 أفلام قصيرة تناولت بالدرس ظاهرة الانقطاع المدرسي، وكانت من إعداد تلاميذ المبيتات المدرسية بولايتي سليانة وتطاوين، مبادرة نظمها ديوان الخدمات المدرسية بالشراكة مع اليونيسف وجمعية السينما المتجولة والوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية. حقيقة هو من خلال مشاهدة هذه الأفلام هناك رسالة إيجابية قدمها هؤلاء الشباب للحد من ظاهرة الانقطاع عن الدراسة، كما أن هذه الأعمال أكدت مدى حرفيتهم في مجال السينما، وأرى أنه من الضروري الاستماع لهم، وأنا سعيدة بانخراط اليونيسف في هذه المبادرة. هذا وسيتم عرض هذه الأفلام خلال هذه الصائفة في عدة ولايات بمختلف جهات الجمهورية. في إطار العداد لمدونة سياسية بمبادرة من رئاسة الحكومة، عقد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان اجتماعا تشاوريا مع عدد من رؤساء ومديري المؤسسات الإعلامية بحضور رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان. مدونة سياسية دائمة تمثل ميثاقا وطنيا جامعا يتضمن قيما ومبادئ والتزامات، يجري العمل على إعدادها ضمن مقاربة تشاركية تضم عدد الأطراف. بدأنا في مجموعة من الاستشارات أجل تطوير رؤية لمدونة تكون تشاركية وتكون تخدم أهداف ليست فقط آنية بل تخدم أهداف متوسطة وبعيدة المدى، وتكون صالحة لإيجاد جيل من السياسيين يبتعد عن مظاهر العنف والإقصاء والتهميش. مش تكون الاستحقاق الانتخابي هذا فقط، بل ستعد للأجيال القادمة لتكوين أجيال في الميدان السياسي، لأنه لما نتحدث على ديمقراطية وعلى حرية وعلى حقوق الإنسان يلزم شباب يتعاطى مع هذه المنظومة ومع هذه الثقافة. التأسيس لأجيال مستقبلية سيكون عن طريق مرصد، ولكن هذا المرصد لن يأخذ مكان الهيئات الموجودة حاليا كما هيئة الانتخابات أو هيئة الاتصال السمعي البصري. عدد من المشاركين في الاجتماع أكد على أهمية الصبغة الإلزامية لهذه المبادرة من أجل أن تكون مدونة سلوك سياسي تساهم بشكل فعلي وعملي في تنقية المناخ السياسي. يلزم المدونة تكون عندها صبغة إلزامية يوقع عليها كل الأحزاب السياسية، نقابة الصحفيين، الهيكل، ليزيل، وكل الجمعيات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وبالحريات العامة وبالحريات الفردية، ثم أن يتم إحداث هيكل يسهر على التنفيذ والتطبيق الفعلي لأحكام ومبادئ المدونة. هذه هي مبادرة طيبة، وإن شاء الله تكون المؤسسات الإعلامية والأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني وكل الفاعلين اللي موجودين توا، بالأخص في الفترة هذه فترة الحمى الانتخابية وفترة الأحزاب اللي قاعدة تجري شكون يظهر أكثر من الآخر، دورنا احنا باش نحكي احنا كمؤسسات إعلامية ماذا بينا نكونوا احنا القدوة بالنسبة للصورة اللي باش توصل للأجيال القادمة. وتتجه الجهود وفق الوزير للانتهاء من أعداد هذه المبادرة في أجال قريبة، قد تكون أواخر هذا الشهر أو بداية الشهر المقبل، لعرضها على العموم للتوقيع وتعميمها على كافة المعنيين بالشأن السياسي.
في الأخبار الدولية، شددت إيطاليا إجراءات نظم المراقبة الأمنية على حدودها في البحر المتوسط قصد الحد من تدفق الهجرة غير النظامية المنطلقة من شمال إفريقيا. روما نشرت أجهزة الرادار والطائرات والسفن التابعة للقوات البحرية وخفر السواحل أمام الموانئ الإيطالية، لتؤكد مصادر في وزارة الداخلية الإيطالية أن السلطات ستعزز الاتصالات مع بلدان في شمال إفريقيا لرفع مستوى التعاون في مجال عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين. في بيان مشترك لألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، تم التنصيص على وجوب تحديد موعد فوري لعقد لجنة مشتركة بشأن إيران لتفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي، خطوة تأتي بعد دعوة إيران إلى عدم اتخاذ أي إجراءات أخرى تنتهك الاتفاق النووي لمنعها من تطوير أسلحة نووية. في أخبار الرياضة، وبعد تأهله لربع نهائي كأس أمم إفريقيا، خاض المنتخب الوطني لكرة القدم عشية اليوم حصة تدريبية بمدينة الإسماعيلية سباقت التحول نحو العاصمة المصرية القاهرة، حيث ستلاقي العناصر الوطنية منتخب مدغشقر بعد غد في ربع النهائي. حصة تدريبية وزع خلالها الإطار الفني اللاعبين على مجموعتين، إذ أجرت العناصر التي خاضت لقاء أمس حصة إزالة إرهاق، فيما قام بقية اللاعبين بتمارين عادية على امتداد 75 دقيقة. وكان المنتخب الوطني قد نجح في انتزاع ورقة العبور إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، بعد أن أطاح البارحة بمنتخب غانا عبر ركلات الترجيح. بعد سلسلة من 3 تعادلات في الدور الأول أمام كل من أنغولا ومالي وموريتانيا، وتأهل لشق الأنفس بثلاث نقاط إلى الدور الثاني من كأس الأمم الإفريقية، وجد المنتخب الوطني التونسي نفسه في مواجهة نظيره الغاني في الدور الثمن النهائي في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، وبعد موجة انتقادات طالت اللاعبين والإطار الفني جراء المردود الباهت في المواجهات الثلاث الأولى، لم يكن أمام المنتخب التونسي من خيار سوى الفوز وانتزاع ورقة العبور أمام واحد من أعتى منتخبات القارة السمراء البلاك ستارز، الذي يتمتع بأسبقية الأرقام والمعنويات في مواجهة تعني الكثير بالنسبة إليه. أن مواجهة الأمس بملعب الإسماعيلية كانت مختلفة عن سابقتها، واكتسبت طعم الثأر لموقعة ربع نهائي نسخة الجابون غينيا الاستوائية قبل نحو 7 سنوات، ليأتي الفرج والتأهل في نسخة مصر بعد تعادل إيجابي وبركلات جزاء رجحت كفة التونسيين بعد سنين عجافة. بالفعل لم نكن مقنعين في الدور الأول ونعي ذلك، غير أننا حاولنا التدارك وقمنا بالتحضير الجيد للمرحلة اللاحقة حتى يكون المردود مستقرا ونحقق أهدافنا. ففي مواجهة الأمس وبعد أخذ ورد، تمكن المنتخب التونسي من اقتناص الهدف في الدقيقة 73 عبر طه ياسين الخنيسي إثر إمداد ذكي من زميله ومواطنه وجدي كشريدة، وتنهل الكرة على القائم الأيسر وتلج شباك الحارس أفوري. تقدم أراد الإطار الفني المحافظة عليه وخير إقحام المدافع المحوري رامي البدوي الذي أعاد المباراة إلى نقطة البداية بعدما أدرك بالخطأ التعادل لغانا في وقت قاتل من زمن اللقاء من رأسية غلطت مواطنه الحارس معاذ حسن الذي يتحمل بدوره جزءا من المسؤولية، إذ تم اللجوء لحصتين إضافيتين لم تأتي بالجديد سوى تلكؤ معاذ حسن في الخروج واستيائه الشديد بعد تعويضه بفاروق المصطفى الذي كان فارقا وحاسما في ركلات الترجيح من خلال تصديه للركلة الحاسمة في سلسلة التي أطلق في أعقابها نجم الزمالك الفرجاني ساسي رصاصة الرحمة على منتخب البلاك ستارز بطريقة مهينة وفرجوية، منحت المنتخب التونسي نفسا جديدا ورقة العبور إلى ربع نهائي ليضرب موعدا مع الصاعد الجديد منتخب مدغشقر بعد غد الخميس. وبعد فوز المنتخب الوطني مساء أمس، عمت الأفراح في مدينة الإسماعيلية المصرية وداخل حجرات ملابس العناصر الوطنية وكذلك في المدن والشوارع التونسية. تعالت الصيحات والإهازيج فرحا بالانتصار والعبور لربع نهائي كأس أمم إفريقيا، فبعد أكثر من 120 دقيقة من اللعب أمام المنتخب الغاني وما رافقها من شد عصبي في ركلات الجزاء، كانت الأجواء في حجرات ملابس نسور قرطاج مليئة بالفخر والاعتزاز بتشريف النجمة والهلال.
النادي والانتصار ديال الشعب التونسي الكل، وريناهم يحمر جي ولا حاسين بالمسؤوليه. الحمد لله انتصار نادي وللشعب، وان شاء الله مازال نمشيو لبعيد ان شاء الله. ثم بيرفورمانس حققها المنتخب التونسي وعن جداره واستحقاق، وان شاء الله ربي يكثر افراحنا في تونس، وان شاء الله المنتخب التونسي يواصل على هذا المنوال ويقدم اكثر ما يمكن باش يكمل يزرع معناها كل شبر من تونس بفرحه. كنا نعرفوا اللي مقابلنا منتخب معناها نصور البيت نوار نتاع تونس، الحمد لله اليوم كسرنا القاعده هذيا والبلوز امبورتون ترشحنا. الاجواء في الاسماعيليه لم تختلف عن تلك التي شهدتها تونس بمقاهيها وشوارعها، حيث خرجت الجماهير هاتفه باسم تونس في مشهد يعكس فرحه طال انتظارها. يعطيهم الصحه الاولاد، جابوا ماتش تعبنا برشا، فما برشا كرينت، يعطيهم الصحه ان شاء الله نكمل ان شاء الله يا ربي فينا مسحقين الفرحه هذه. الاولاد يعطيهم الصحه، لعبوا بكرينتا وجابوا الطرح والحمد لله ربي، ان شاء الله من عسل الى احسن ان شاء الله بحول للفينال ان شاء الله. اسره كبيره الحمد لله ربي والاولاد الكل ان شاء الله هذه مقدمه واحده واحده الفينال ان شاء الله. هوب عليها وتونس ما شاء الله عليها. باصطفاف ملايين التونسيين وبوحدة اللاعبين، قلب واحد يرفع الراية الوطنية ليواصل المنتخب مسيرته في الكان حاملا حلم التتويج بتاجه الإفريقي الثاني. وفي الختام إليكم تذكيرا بالعناوين: تباين مواقف النواب بعد رفض هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين الطعون في القانون الانتخابي واستمرار الخلاف حول المحكمة الدستورية. انقطاع واضطراب في توزيع مياه الشرب في عدد من المناطق وارتفاع درجة الحرارة من بين أبرز الأسباب. مشروع توسيعة وحدة إنتاج مكونات الطائرات بالمغيرة دفع للاستثمار الأجنبي بتونس وتوفير 400 موطن شغل. يمكنكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.